السلام عليكم. هذه إقامة جميلة موجودة في وهران، وبدون ما نذكر يعني المكان ولا صاحب هذه الإقامة، لأنه القناة ما راهيش ما دير لا بروموسيون ايموبيليار، ولا أنا نتكلم عن المشاريع بأنها موجودة في الجزائر. هذا واش يهمني، والجانب العمراني، الجانب لكن الأسعار وما انشهرش يعني بالناس. إذا الإقامة هذه على ما رانا نشوفوا فيها يعني لا فينيسيون جيدة، رغم أنه العمارات هذه راهي لا تليق بالسكن، يعني بنقولها بكل صراحة. وأنا نغتنم الفرصة باش أنادي الرئيس يعني إلى أعلى مستوى نتاع المسؤولية. يا ناس، يا سيد الرئيس، يا سيد الرئيس، يا سيد الرئيس، أعطي لهذو لي بروموتور، أعطي لهم الأراضي، خلوهم يخدموا، خلوهم يديروا سكنات أفقيا، يديروا ار بلس دو ار بلس تروا، يديروا دي فيلا دي بافيون، خليهم يديروا دي سباس فير، يديروا دي تيران دو تينيس، دي تيران دو كومبينغ، خليهم يخدموا ويديروا مساحات كبار، ويديروا شيء، يديروا دي كارتي يعني كبار. هذو لي بروموتور اللي ثبتت الكفاءة نتاعهم وداروا يعني مشاريع يعني ونجحوا في يعني حتى يحترموا المقاييس في العمران، في يعني في التكنيك، المقاييس التقنية في قضية المظهر وكذا، خلوهم يخدموا، اعطوا لهم لي تيران، اعطوا لهم لي تيران. الجزائر راهي كبيره كبيره، ديروا لي غرون زاكس، الدوله تتراسي لي غرون زاكس، لي روت، لي زوطوروت، لي فوا اكسبريس، هذو لي زاكسي منا، الدوله تستكلف بهم وتمد لي زاسيات، المساحات الاوعيه العقاريه، اعطوا لهم التيران خلوهم يخدموا. وأناشد للمرة الثانية، أناشد السيد الرئيس أن يتكفل يعني شخصيا بهذه القضية، لأن مصير الجزائر راه في قضية العمران. العمران هي أقدم عملية يقوم بها الإنسان من اللي جات الإنسانية. هذه أول حاجة يديرها هو يعمر المحيط نتاعو، العمران مذكور في القرآن، وخلقناكم في الأرض اللي كنتم تعمروها، هذه قالها ربي في القرآن. التعمير عملية مهمة جدا، والقاول يقول لك كون لو باتيمون va تو فا بيان، إذا لو باتيمون هذا يدوا بينيفيسي داسيات كونسيكونت. المشاريع لازم تكون أفقية، خلينا من العمودي، خلينا من العمودي يا ناس الخير، نحبوا نشوفوا مشاريع أفقية. نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله يكون في يعني هذا الصرخة ديالي توصل للمسؤولين. والسلام عليكم.